بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن الحجامة لتنشيط الكبد والطحال والمعدة. هناك بعض الدراسات تؤكد فائدة الحجامة في تنشيط عمل الكبد مساعدته على القيام بوظائفه، لأن الحجامة تقي الدم من الشوائب وهذا يخفف من السموم القادمة إلى الكبد وبالتالي تخفف ضغط العمل. كذلك يستفيد الطحال من الحجامة من خلال تنشيط خلايا الطحال. أما المعدة فتصبح أكثر نشاطا بسبب تنشيط الدورة الدموية، تخليص الأوردة الدموية من ركود الدم، والذي يؤدي إلى تراكم الشوائب والسموم والملوثات. والله أعلم.